مساعي الحكومة في القضاء على جفاف الحنفيات بتيبازا تتضح معالمها، وصور محطة تطهير المياه المالحة بالولاية خير دليل، والتي تضاف إلى مكتسبات قطاع الري بوسط البلاد. المحطة التي زرناها اليوم والتي هي في طريق الإنجاز بدأت في الانطلاق مؤخرا، عانت ظروف خاصة، وأعتقد أنه هذه الظروف الآن أصبحت من حكم الماضي. هذه المحطة ستقدم أيضا خدمات هامة بالنسبة لأكثر من 8 بلديات نتاع ولاية تيبازا، وستسمح لنا بتجنيد كل هذه المياه المستعملة وتصفيتها وإعادة رسكلتها واستعمالها في الميدان الفلاحي. المسؤول الأول عن قطاع الموارد المائية لدى تفقده لتقدم وتيرة الأشغال بالمحطة الجديدة للتطهير، حمل كامل مسؤولية الوضعية البيئية الكارثية للبعض من بلديات تيبازا على عاتق المواطنين والجمعيات الحاضرة الغائبة، متناسيا دور أجهزة قطاعه في تسيير قطاع استراتيجي ظل يعاني لسنوات. أنني جد مستاء بما رأيته فيما يتعلق التطهير بصفة عامة وتطهير المحيط والمحافظة على البيئة في هذه المنطقة. تشاهدون معي تلك الأضرار الجسيمة التي تخلفها تلك المياه المستعملة الناتجة من المنطقة الصناعية لبوسماعيل. إذن جئنا اليوم لنضع النقاط فوق الحروف ونعرف الأسباب والمتسببين في هذه، ونتخذ الإجراءات المستعجلة للحد من هذه الكارثة الطبيعية. أنا أنادي الضمائر الحية لهذه الفئات من المواطنين. إذن هذا ما ندائي لكل الجمعيات، لأن الجمعيات ليست جمعيات نتاع المكاتب. الجمعيات يجب أن نرى وجودها في الميدان. تغطية احتياجات ولاية تيبازا من الماء الشروب هو رهان سطرته وزارة الموارد المائية على الأمد القريب من خلال زيادة نسب السدود وتطهير المياه الملوثة كاستراتيجية جديدة لإفادة سيناريو الجفاف الذي مس البلاد لعقود.